أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بالعربي. سأتوقف إياكم مع ضيف الحلقة على ظاهرة مواقع التواصل الاجتماعي التي غزت العالم خاصة خلال العقد الأخير، ونسفت الحدود والجغرافيا وهزت منظومات اجتماعية وسياسية حتى صارت مصدر قلق لها اليوم. ضيف الحلقة يوسف رمال من أصل سوري وحقق أرقاما قياسية في تعداد المشاهدين والمتابعين له على مواقع التواصل، ويشتهر في وسائل الإعلام البلجيكية وغيرها بملك مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. يوسف رمال، أهلا ومرحبا بك ضيفا على هذه الحلقة، وشكرا مسبقا على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا سيد كريم. بداية، يبدو أن عملية البحث عنك في الإنترنت لا تجيب على العديد من التساؤلات حولك. أنت ممثل أيضا، شاركت في أعمال سينمائية مع نجوم فرنسيين، وأيضا لك ربما عدة أسماء وألقاب، يعني مثل ما عم نقول باللهجة السورية بتضيع الواحد أحيانا لحتى يعثر عليك في هذه المواقع. لو تحكي لنا شوي عنك بصورة أفضل، خاصة فيما تعلق بمشاركتك في أعمال سينمائية، وأيضا فيما تعلق كما ذكرت بأسماء عدة لك وألقاب، وأيضا لو تشير يعني تجربتك في السياسة طالما أنك شاركت في الانتخابات البلجيكية من خلال أحد الأحزاب السياسية. مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا لل الانترفيو اللي عم بتساوي لي. هلا العربية تبعي مو يعني كبرانين، احنا هون العربي مو كل هالشيء بس بيفهموا علي ان شاء الله العالم. يعني انت عربيتك ليست بالعربية الفصحى كما نقول. انا لا، انت كبرت في بلجيكا وتتحدث العربية باللهجة السورية، لكن لا تعرف الكتابة، والكتابة ايضا سبحان الله ما تعلمت الكتابة ولا القراية، والفصحى بفهمها بس ما بعرف رد بالفصحى، برد بس بالعربي عادي. يعني بالنسبة لك اللغة الفرنسية هي مثابة اللغة الام؟ هي اللغة الام. انا كبران هون يعني مدرسة فرنسية، ويعني خلصنا الدراسة كل شيء بالفرنسي. انا اسمي يوسف رمال، بس الاسم تبع الاسم الفني هو غمال تريب. غمال تريب يعني رمال، تريب هو يعني الطلعات، وشو فيني ورجي للعالم، شو في بلجيكا، شو في برات بلجيكا. هو التريب يعني تريب مثل وور تريب، يعني فهمت شلون، تفتر الدنيا وبتورجيهم للعالم. انا بديت اول شيء بديت بالفيديوهات بالشوارع، كان بسأل سؤالات العالم، يعني شو بيستنوا من الحكومه، شو بدهم مساعدات، شو الشغلات اللي بيحبوها ما بيحبوها، شو بيصير ببلجيكا ببروكسل، خاصه انه في كتير هون الشغلات عم بيصيروا والعالم يعني مساكين ما عاد عرفوا وين بدهم يروحوا وشو بدهم يساووا. يعني من السوشيال ميديا تبعي فيهم يعني يقولوا شو ما بدهم، وانا بحطها على الانترنت، فمش هون مثل تلفزيون، فمت صرت التلفزيون تبع الشوارع يعني قول هيك. وبعدين شوي يعني انا يعني كنت يعني انا حلمي اسوي افلام وحلقات سيري وما سيري، هون مسلسلات. بلشت انا اول شيء مسلسل اسمه البيرو دي ليجوند مع ماتيو كاسوفيتش، مسلسل فرنسي، بلشنا بهاد وسويت وبلش بالافلام. سويت فيلم مع جوليان رويال، بيكون هو رياليزاتور مخرج فرنسي، بيكون ابنه لفرانسوا اولاند هو اللي نادالي. سويت كمان مقطع معهم فيلم فرنسي، وسويت كم افلام وكل كم حلقات هيك شغلات. بس يعني السوشيال ميديا هو اللي عرفني على العالم، هو اللي فتح لي طرقات كتير، هو اللي فتح لي أبواب كتير. يعني حتى لما بالانتخابات ساعدني كتير، جبت كتير أصوات من وراء السوشيال ميديا. يعني ما حطيت صوري بالشوارع مثل بيسوي العالم، بحطوش، ما حطيت ولا صورة. يعني كل شيء سويته بالسوشيال ميديا. أنا بقاعد عم بشرب قهوة معلم، أحلى قهوة وأنا قاعد بالقهوة. المهم هيك بديت. وبعدين تساوي كمان يعني بالجو الفني، كنت مع فرق اسمه دريم تيو، هو
فرق شباب مغاربي، انا كبران مع مغاربي هون، قبل ما تصير السوريين يجوا ما كان في سوريين، كنت لحالي انا يعني تعلمت بحكي، هلا بحكي مغربي احسن من السوري هلا اذا بحكي مغربي. وكبرنا كبرنا معهم، وكان عندنا فرقه وموسيقى، وسوينا كمان افلام صغيره، وتشهرنا هيك لحنا، تشهرنا كثير يعني خاصه بلاد العربيه بالمغرب تونس جزائر. وسوينا على اليوتيوب يعني، يعني كان العالم كثير بيتابعونا، عند يعني الشاب اللي سوى هو الفرقه يعني عنده اكثر من مليار مشاهد، ولحنا كمان يعني ساعدنا وساعدنا حالنا بهال هال هالفرقه. المهم بعدين انا طلعت وكل واحد اخذ يعني انت انت ساهمت في استقطاب اكثر من مليار مشاهد للفرقة ككل أو لكم يعني كأعضاء فرقة أو لك تحديدا يعني؟ لا هو الفرقة كله، فرقة بتحط مثلا بتحط كليب بتشوف في 300 مليون مشاهد، 200 مليون مشاهد على الكليب واحد. كنا يعني منساوي منيح يعني شغلة بروفيشنال يعني، يعني يعني من مصر يعني منجيب عالم بروفيشنال بيصوروا يعني، مو شغله يعني على التليفون، فهمت شلون يعني؟ كله ضابط، كله يعني يعني حتى بنروح على بلد ثانيه، بنروح على المغرب، بنروح على بنطلع على اسبانيا، بنطلع على مشان نسوي الكليبات يعني، شغلات يعني فخمه. لكن ما اسباب هذه الضجه المثاره حولك في بلجيكا؟ يعني انت تظهر من وقت الى اخر على تلفزيونات بلجيكيه واحيانا في الصحف البلجيكيه، وكأن الإعلام البلجيكي يتحين لك ربما، يعني ما أسباب هذه الضجة المثارة؟ السبب الضجة هي أنه صار في شغلات ببروكسل بتبدلوا كتير، ويعني بالأخبار ما كانوا بيحكوا عليها مشان ما ينزعجوا العالم، مشان ما يخوفون. وأنا شو كنت صرت بطلع بالشوارع وبصور مع تليفوني، هو كله بالتليفون على الفيسبوك، بلشت بالفيسبوك وبسأل العالم شو رأيكم بهالشغلة، شو رأيكم بهالشغلة، وعالم يعني صاروا بيحكوا بيقولوا شغلات جوات قلبهم يعني، شو حاسين، شو الأحساس، شو. وبلشت أنا هيك فيديوهات، صار الصحفيين صاروا بيسألوا مين هذا، مين هذا الشاب، خاصة لما عرفوا سوري قالوا يعني هي جديدة، إنه هون أكترية العالم يعني قبل ما سوريين يجوا لبلجيكا كلها مغاربة جزائريين توانسة، يعني ما في سوريين اللي يمكن كنت لحالي أنا قاعد هون. طبعا شافوا واحد سوري هيك ومسوي فيديوهات يعني نضاف ويعني راكزين هون، جو عجبهم الكونسبشن، عجبهم الكونسبشن. مهم، والفيديو اللي فقع هو اللي عرفني كتير، هو مع واحدة شحادة. يعني هو هذا السؤال، انت بدأت ربما في العام 2010 بداياتك يعني على مواقع التواصل، وهنا السؤال هو ما هو المقطع الفيديو الذي ربما أثار ضجة واشتهرت به؟ هو هذا الفيديو مثل ما قلت لك، واحد في كان في كتير شح، هون في كتير شحادين كانوا بتلاقيهم لابسين حجاب وبتقول لك انا مسلمه، بس هي ما بتحكي عربي، بتقول لك انا مسلمه وساعدوني. جيت قلت لها بعطيكي 20 اورو قري لي بس الفاتحه، خدي 20 اورو وقري لي الفاتحه. اي ما عرفت تقرا الفاتحه، شو صار معلم؟ العالم شافوا انه هي كلها فيلم، انه العالم ما بيعرفوا، بيفكروا لابسه حجاب خلص، هي البنت هي المراه مسلمه يعني ورجيت للعالم انه هدول يعني ابيضون يعني ما مسلمين ولا شيء، وعم بيضحكوا على العالم. هذا الفيديو خصوصي اللي عرفني كثير على السوشيال ميديا، هذا الفيديو. وبعدين سويت فيديوهات كثير بعدين، بس هذا هو اللي فقع، هذا هو الفيديو مع واحدة رومانية. كان هذا الفيديو في اي عام؟ هذا بال 2012 2013 هيك شيء. ها بس كنت انا بديت قبل، بس هذا الفيديو اللي فقع هذا هو اللي بلش يفتح لي ابواب. وبعد ذلك يعني بعدين سويت كمان، فتت بال شاركت بال بالبوليتيك بالسياسه بالانتخابات وكل شيء، وجبنا اصوات كثيره،
كمان هي ساعدتني الميديا السوشيال ميديا وفتح لي كتير أبواب كمان حتى بالانتخابات. وبعدين بديت سويت كم أفلام فرنسية بلجيكية صاروا بينادولي مشان نو شافوني بالكوميدي. ما كوميدي أنا بسوي كوميدي كمان بسوي مسرحيات هون بيسمون ستاند اب بتطلع على المسرح مو مسرح مثل عنا بسوريا بمصر اي يا بي وما يا بي مو نفس الشيء بنوب يعني هون في سيستم كوميدي فرنسي هو اجى على بلجيكا كمان هون تعرفت كمان بهالشغله كمان بسوي كتير شغلات انا مالي بس قاعد على 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 شغله واحدة فهمت شلون يعني افلام بوليتيك مسلسلات كوميدي كل شيء كل شيء تو سكي ار كومون دي لار كل شيء فن كل شيء فن بالفني كل شيء فن بالفن على كل حال هذا جانب اخر من شخصيتك يعني الجانب الفني والاعمال السينمائيه وربما لك مشاريع في هذا الاتجاه. خلينا في مجال المواقع التواصل الاجتماعي. هناك تقارير اعلاميه بلجيكيه قالت بأن يوسف رمال ينتقد كل ما له علاقة أو يرفض كل ما له علاقة بالظلم والعنصرية والسياسة. هلا هون في مشكلة إنه بلجيكا في كتير عنصريين إنه في كتير عالم جايين من بلد آخر يعني في أفريقيين في عرب في شو ما بدك في بلجيكا. صار مختلطة كتير في عالم بلجيك عنصرين. هاي أول شيء هاي ما بتفوت براسي إنه صار له يعني العالم هون يعني اختلطت من سبعينات صاروا بيجوا العالم على بلجيكا يعني مو جديدة. في عنصر فيها هاي أنا يعني بورجيون العالم إنه فهمون يعني إنه مو كلياتنا نفس الشيء يعني مو إنه هذا إرهابي إنه أنا إرهابي يعني ما هن كل شيء بيختلط يعني كل شيء مختلط براسهم ما بيعرفوا شو فيه وشو مين هاد وفهمت شلون يعني بيشوفوا عربي خلاص هذا عربي يعني حرامي مثلا أما إرهابي بيشوفوا واحدة لابسة حجاب هاي القصة يعني كتير فاتوا بشغلات ما 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 ما, ما بيفهموها. مثلا السياسة هون سياسة كمان صعبة انه عندك مثلا فرق يعني بيقول لك احنا عنصريين عادي يعني بيقول لك احنا ما بنحب العرب ما بنحب السود عادي هي ما بتفوت براسي شلون باوروبا بلد يعني يعني حقوق الانسان وكل هالشيء وبيقول لك انا ما بحب العرب وما بحب السود وما بحب الاسلام وما بحب المسيح ايش شلون صارت هي ما يعني هذا الشيء كمان يعني انا بورجيون بالفيديوهات اللي بساوي انه بهالايامات بال2020 2021 شلون لسه في هيك عالم باوروبا يعني بتعتقد انه هذه الانتقادات اللي لها طابع سياسي ربما هي اللي تثير حفيظة السلطات ووسائل الإعلام البلجيكية بمعنى أنه أنت تثير الرأي العام بمعنى ضد بعض القوانين وبعض المظاهر السائدة في بلجيكا كبلد أوروبي هذا يعني. لكن بنفس الوقت أنت ربما كل مقاطع الفيديو التي تنشرها على مواقع التواصل هي باللغة الفرنسية هل هذا يعني بأنك تتوجه للناطقين بالفرنسية فقط وأنك لست معنيا بالعرب وشؤونهم مثلا؟ هلا أكثرية العالم هون بيحكوا فرنسي يعني حتى العرب بيحكوا فرنسي يعني مثل ما قلت لك لما بلشت ما كان في كتير سوريين هلا أنا بديت أحكي بالسوري مثلا بالفيديوهات اللي بساويهم بحكي شوي سوري يعني فهم بالعربي إنه في صار عندي متابعين سوريين انه عندهم هون سناب اجوا من سوريا بيشتغلوا تعلموا الفرنسي فوتوا سناب هون ما في سوريين بيسووا سنابات معروفين صار عندي مشاهدين سوريين عم بيتابعوني فضروري احكي بالسوري مشان يفهموا كمان على شو عم بحكي انه بيعرفوا يمكن بيفهموا شوي الفرنسي بس في قوانين ما بيفهموها مثلا في شغلات جديده بيطلعوا ما بيفهموها وانا بترجم لهم اياها وبفهمهم اياها بالسوشيال ميديا اللي عندي بسناب شات مثلا. في أحد مقاطع الفيديو اللي نشرتها أنت تلتقي بعنصرين من الشرطة البلجيكية
ويدور حوار بينكم في هذا المقطع. أنت تقول نحن نحميكم للشرطة، أنتم كعرب يعني بمعنى، والشرطي يرد عليك بأنكم أنتم أيضا تحمون نحن كشرطة. على كل حال نشاهد هذا المقطع الذي نشرته في مواقع التواصل ومن ثم نعود للتعليق عليه. Un inspecteur de police qui était super sympa avec moi. Ouais. Donc voilà, et apparemment il est en train de te verbaliser là. Il est en train de me verbaliser. Voilà. En double fil. Double fil. Donc il m'a mis l'amende, mais c'est un fan. Il est fan, mais il fait bien son boulot. De ses fils. Voilà. Il est fan, il me fait un petit truc. Lui aussi il est fan de moi. Viens. Toi aussi t'es fan. Voilà. Salam alaikum, alaikum salam. Tu vas bien. Ah, lui aussi il est fan. On peut mettre ça maintenant. Oui. Non, on peut, mais t'inquiète pas. C'est free, c'est gratuit. Alors attends, je vais faire comme ça. Alors. Voilà, voilà comme ça. Ouais, il travaille à Bruxelles Propreté ou quoi. Voilà. Sans plus. Voilà, sans plus. Donc voilà les gars, c'était pour vous dire qu'on est folklorique. Blanc, noir, arabe, jaune. On est tous ensemble. Nous, on les protège et eux, ils protègent à nous. Voilà. Et nous, on fout la merde. Non, nous, on fout la merde. Non, mais bon, en même temps, vous nous... Non, tu nous donnes du travail. C'est vrai. Voilà, c'est ça ce qu'il y a. Ah ouais, sans nous, sinon, pas de boulot. Sinon, on pas dit qu'on fout rien. Sinon, on dit qu'on fout rien. Voilà, pas de bouquet, voilà. Pas de boulot. Voilà. Tu vois, donc les Arabes, ils doivent rester. Ceci dit, merci les gars. Merci super, à vous. Super agent. Super fan. Je veux dire encore Maman. Bonjour à ma mère, mon père. Bon Ramadan, les gars. Voilà. On vous fait un bisou. Voilà. Presque fini. À l'aise. Bon Ramadan, les gars. Après, c'est la fête. Hein. C'est presque fini. Voilà, faut encore un petit peu supporter un petit peu. Voilà, sécher encore un petit peu. Les abdos. مثل ما لاحظنا في هذا المقطع، ولا أعتقد بأن هناك ضرورة للترجمة، لأني أنا ترجمت قسم منه، والآن سأترجم القسم الأهم ربما. أنت بتقول للشرطي البلجيكي إنه لولا العرب أنتوا ما كان لكم شغل عمل يعني. كيف يعني هذه يعني كيف ممكن تتشيد هذه الدائرة في بلجيكا وعلاقتها خليني أقول لك بغير البلجيكيين أو بالعرب تحديدا يعني هلا أنا معروف لما سويت الفيديو هن الشرطة وقفوني عرفوني مين أنا يعني فيني أمزح معهم بيعرفوا إنه أنا بسوي كوميدي يعني لما قلت لهم إياها بيعرفوا إنه هي مزحة بس بنفس الوقت يعني زلمة يعني كان ايام رمضان هاي ايام كان رمضان بيقول كان بيقول للمغاربه للعرب يعني بيقول للمسلمين يعني يلا لسه كم يوم وخلصتوا وشوي يعني لا تعصبوا علينا هو انه بصير هون الشباب بالرمضان بيتخانقوا وبيعصبوا على هاد وهاد يعني فهم شلون ويعني انه هي يعني مقطع يعني ما 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 كان يعني الشباب الشرطه اللي كنت عم بحكي معهم ما عنصرين بنوبة هدول بس يعني عم نمزح شويه وبنضحك وبنفهم شغلات يعني انه بقول لهم انه بلانا بلا مو انتم بتقولوا انه العرب بيكسروا وبيساووا ايه بلانا شو بدكم تشتغلوا اذا ما بنكون احنا صار بيضحكوا وهن كمان يعني بنفس الوقت يعني بيعطونا قيمه هلا في شرطه بيعطونا قيمه بيعطونا يعني بيحكوا معنا يعني مو مثل فرنسا الشرطة بلجيكا مو مثل فرنسا بنوب يعني هون لسه عندهم شوية أدب بيحكوا لو بيكونوا عنصري ما بيورجيك يا بفرنسا غير يعني هنيك عنصري بيقلك أنا عنصري بيجي بيضربه بيجي بيسوي له فيلم بفوتو بالحيط بفوتو بحبس وهو ما له عامل شيء هون ما في هيك شيء هون الحمد لله لسه في شوية يعني شوية أمان بهالشيء لسه في شوية أخلاق يعني طيب فيما لو كان يوسف رمان في بلد عربي هل كانت المواضيع التي تستخدمها هنا في بلجيكا مثلا كان ربما هناك تغير في المواضيع كان ممكن تتناول مواضيع أخرى إذا كنت في بلد عربي في سوريا في مصر في دبي في العراق مثلا يعني هلا إذا كنت بلد عربي أول شيء عربيتي كانت أحسن مو تقيلة مثل هلا تاني شيء حسب شو في لازم يتبدل شو في لازم إيمو شو في يعني حسب شون العيشة بالبلد وين أنا شو في الشغلة اللي عم تزعج العالم على هاد كنت حكيت مثلا شغل هلا أنا لما كنت بروح على سوريا كتير شباب ما كانوا بيشتغلوا يعني عندهم دبلومات ودارسين وقاعدين بلا شغل بتلاقيه مسكين بده يتجوز بده يشتري بيت بده يساوي وما في شغل شلون زلمي درس كل حياته بالاخير
بتلاقي مسكين موظف بشي شغله هيك يعني كان بيعطوه كم قرش. ايش هي مثلا كنت حكيت عنها شلون هذا الشاب المهندس عم بيشتغل مثلا عم بينظف شلون صارت شفتهم كثير انا بسوريا الشاب بتلاقيه مخ دارس عم بتلاقيه مثلا عم بيشتغل مثلا مطعم عم بيشتغل برني هيك يعني مو مستوى هو يعني هي مثلا تلاحظت انا بسوريا يعني هلا كنت بمصر سويت فيديو بمصر هلا كم يوم كنت بمصر مثلا ورجيت للعالم انه هنيك ما في كورونا ما في كمامات ما في الكفوف اللي بيحطون ما في العالم عايشين عادي سويت فيديو هلا ايه ورجيت للعالم انه مصر العالم عايشين عادي ما في حدا بيموت ويعني نعرف انه مصر بلد حلوه وبلد يعني لسه بدها تتطور مثل كل البلد العربيه عندنا لسه في شغلات بدها تتطور بس شلون عم بتصير مصر مثلا هلا العالم ما بيموتوا ونحن هون قاعدين ببلجيكا افخم مستشفيات وافخم دكاتره والعالم عم بيموتوا بالمئات هي مثلا سويت الفرق وسويت هالفيديو بمصر مشان وجهي للعالم ببلجيكا حاش تخافوا يعني العالم من الخوف عم بيموتوا من الخوف عم بيمرضوا شلون صار هذا مثلا يعني هي هذا المقطع هلا سويته هلا بتحطوه اذا بدكم مشان تورجوا العالم شلون ايه طيب نلاحظ هذا المقطع لكن يوسف رمال ابقى معنا لنذهب الى فاصل ونتحدث بعد الفاصل عن التقنيات التي تستخدمها في ترويج مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وربما هناك بعض الأسرار في هذه القضية. نذهب إلى فاصل مشاهدينا الأكارم ونعود. ماكور يبدو بأنه يعود إلى البيت الأبيض كيف يسمع هذا الأمر من قبل الأتراك والرئيس؟ يعني بالتأكيد هذا أمر مزعج لكلا الطرفين حيث تعود القوات يعني نستطيع أن نقول تعود الذراع الأمريكية لتعمل بشكل قوي وبشكل مؤثر في المنطقة في على الأراضي السورية. كيف تقرأ روسيا هذا الأمر؟ كيف ينعكس هذا الأمر بحد ذاته على الإدارة التركية؟ عما يتعلق بتركيا أعتقد أنه يعني وصول بايدن إلى السلطة هو كابوس بالنسبة لتركيا. استنتاج، هل سيكون هناك إرسال قوات عسكرية أكبر إلى الداخل السوري مناطق شمال وشرق سوريا؟ بالتأكيد وهذا مما لا شك فيه وسيعمل بايدن بكل ما أوتي من طاقة وقدرة على إثبات نفسه في هذه النقطة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد. يوسف رمال المعروف بملك مواقع التواصل الاجتماعي أهلا بك مرة أخرى. أهلا سيد كريم. تقارير بلجيكية تقول أن يوسف رمال يستخدم آخر التكنولوجيات آخر التقنيات في عالم التواصل الاجتماعي وبذلك هو يحصد أو حصد شهرة واسعة وحقق أرقام كبيرة جدا في تعداد المتابعين. ما هذه التقنيات التي تستخدمها؟ هلا انا بشتغل بس بالايفون هذا هو ايفون صوره هي وبعدين بعمل المونتاج تبعي بس اللي بيكمش العالم هو انه بحكي على شغلات مهمه يعني شغلات لما بتصير بس بالضحك بالمزح هذا هو السر تبعي يعني العالم بيسمعوني يعني مالي جد يعني جدي بس بمزح بنفس الوقت بمزح كتير فيني احكي على الشغلات اللي عم بتصير بامريكا بفرنسا
بأولى، بس بنفس الوقت لو بتكون شغلة يعني كتير يعني بسيطة بسيطة، أما يعني شغلات قتل ما قتل يعني أحيانا شيء، بس ضحك ضحك كمان العالم نفس الوقت، بس مو ضحك يعني يعني هو سيبتيل يعني 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 أنت تروج لموضوع معين جدي وبالغ في الجدية وربما في الخطورة أحيانا، لكن ضمن إطار فكاهي، وأنت معروف بضحكتك المتكررة في مقاطع الفيديو كلها يعني. هذا هو، والعالم هاد بيحبوه يعني دائما جدي جدي جدي، ما هو العالم يعني بدين فهمهم للعالم، فهمهم شو عم بيصير بالمزح وبالضحك ومن نفس الوقت جدي، هذا هو السر تبعي. ربما يعني هناك الكثير من ممن يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لديهم فضول يعني لمعرفة كيف يمكن جذب أكبر عدد ممكن من المتابعين. هلا هو حسب الفيديو، حسب على شو عم تحكي، مثلا في شغلات مثلا بسويهم ما بتقارش كتير عالم، في شغلات بسويهم بتقارش ألوفات العالم يعني ملايين متابعين، يعني حسب شو هو على أي حديث عم نحكي، شو عم بصير مثلا بالويغ بالصين مثلا مع الويغوغ مثلا، شو عم بصير مثلا بأفريقيا، شو عم بصير مثلا بأمريكا مع ترامب، يعني حسب شو هي السوجي السوجي المادة الموضوع الموضوع حسب الموضوع هو هذا بيجيب العالم. فمن شلون يعني في عالم بيحبوا هالموضوع هون بيعرفوا يعني، في كل ما بسوي فيديو يعني اي موضوع في عالم بيتابعوني زياده. طيب اكثر موضوع يعني استقطب اعداد المتابعين والمشاهدين؟ صراحه هو على 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 البوليتيك، السياسه، هو السياسه، هو يعني العالم هون كثير بيتابعوا السياسه ببروكسل ببلجيكا كثير كثير، وهو هذا الموضوع اللي كمان نشرني كثير ببلجيكا. يعني فيديو اللي حقق اكبر عدد ممكن، مش قد وصل العدد المشاهدين في اكبر فيديو يعني لك؟ يعني هو اول شيء هذا اللي مع صراحه هو مع الشحاده هي الرومانيه اكثر من مليونين وشي هيك فيديو واحد، بس انه كمان هذا يعني شغله بتشوفها كثير بالشوارع، يعني شغله كمان يعني وين ما بتروح بتشوف بتلاقي مش حدو يعني بلد العربية بتروح ما بتلاقي هيك شحادين، يعني يعني هي كمان مشكلة سياسية، هي انه ما بتعرف مين هي من العالم اللي عم بيجوا ما بيحكوا فرنسي، بيقول لك انا مسلم لابس حجاب وهن مو مسلمين، يعني كل يعني العالم ببلجيكا كمان صار بتزعجوا بهالشيء، يعني انه قاعد بالسيارة بتلاقيها بيجي هيك وبتدق على الشباك وهيك طول النهار وعنده ولد عمره يمكن أربع شهور بإيده بالبرد، كمان هي مشكلة سياسية يعني مو شوي كتير. أنا بسوريا بعمري بحياتي أنا ما شفت واحد بيشحد، يا متى لما كنت بنزل مثلا مصر ما شفت شحادين، لهلأ نزلت ما شفت شحادين، بتلاقي عالم مساكين بس ما بيشحدوا، هون وين ما بتروح بتلاقي شحادين، يعني مشكلة سياسية كمان هي. هي هذا الفيديو اللي عرفني اللي فتح لي كتير أبواب. طيب هناك بدي أرجع للمليار مشاهد لأحد الفيديوهات التي حققت هذا الرقم، يعني كيف ممكن جمع مليار مشاهد لمقطع فيديو؟ هلا هو لما العالم بيسو شير يعني مشاركة، مشاركة هو المشاركات والبختاجي كمان دي بختاجي مشاركة لا بختاجي يعني اي هو مشاركة يعني والله في يعني شو اقول لك، ايامات تسوي فيديو بقول هي ما بتضرب كتير وهي اللي بتضرب هي القصة، يعني ما بتعرف يعني ايامات بتشتغل تسوي فيديو بتشتغل شي يوم يومين بتحطه ما بيضرب مثل اللي حطيته بديتين. طيب بدي ارجع على هذا الفيديو اللي عملتوه من خلال الفرقة، طبعا نحن حدا يعني اشارنا له في 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 خلال الحوار قبل قليل، كيف تم تحقيق
تحقيق هذا العدد مليار، يعني عن طريق أي تقنية، عن طريق أي آلية؟ هلا هلا هذا الشاب اللي عم نحكي عليه كان نحن فرقة، هو فنان، هو فنان مغربي، فنان اسمه الياس تيوتيو، هو فنان مغربي بغني. احنا اول شيء بدينا معه بسوي كوميدي وممثل، وكنا اثنين، انا واحد شاب اسمه دافيد، وكان في بنفس بالفرقه اللي بيسوي دربكه، اللي بيسوي جيتار، اللي بيسوي بيانو، وكان في المغني، واللي بيسوي الكاميرا اللي بيصور، واللي بيسوي بالكمبيوتر اللي بيجمع كل الكليب. يعني كنا فرقه احنا، بلشنا هيك وصار عم نشارك مع مغنيين معروفين كتير مثل الجيرينو، دي جي حميدة، ميستيريو، مغنيين جزائريين، يعني عالم مشهورين. يعني لما تشاركنا معهم هذا اللي كمان شهرنا كتير، اللي فتحنا كتير أبواب. هلا لما الجيرينو ما بعرف بيعرفوه، بس يمكن بيعرفوه، عنده مليارات المشاهدين، وهدول اللي فتحونا كمان أبواب، هدول النجوم. المادة اللي صورتوها شو كان؟ كان عبارة عن كليب، يعني كليب موسيقى، كليب. تونسي صاحبي صوتو لي زاكرويا مزال مزال يا تبنا ولا كريديو تاع عبد المغيب دو 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 خدلي يا يي في عيني يا سرقسني ما دامتي دو خدلي يا يي في عيني يا سرقسني شو 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 تسلي لكن انت حسب ما فهمت يعني كمان تحقق ارقام كبيره ربما عن طريق الاعلانات بصن، يعني هو الاعلانات صار مثل الشغل هلا. يعني هلا بتلاقيني مثلا مره بينادوا لي بسوي فيلم، مره بسوي حلقات مسلسلات، مره بسوي دعايات، مره بسوي مثلا مسرح بطلع المسرح مثلا. ومنهم الاعلانات كمان، يعني اوبشن من اللي بعرف اسويهم انا. طيب خلينا نشاهد مع المشاهدين مقطع من الفيديوهات اللي استخدمتها في الاعلان او الدعايه يعني التجاريه يعني على الارجح، وثم نعود للتعليق عليه. Toujours quand je vois ce garçon je me porte bien. Toi ce mec, même quand عسل تعرف العربي لما بنقول عسل هذا هو العسل معلم. Et dedans il y a de la graine de nigel, حبة سودا. Tous les produits que tu vois dedans c'est bio. Voilà, il y a du curcumin, gingembre et cannelle de ceylan. Antioxydants, anti-cancer. Du miel. Allah et de tous ces produits. Donc voilà. Un très beau conseil, Wallah et là, franchement, pour tout ce qui est maladie, moi je parle pas que du corona, le miel, demande à Hafid. Ah Hafid, tu le vois comme ça, il a 95 ans, Khay, hein. Regarde à Khay, machallah, il roule et tout, 95 ans, il est là. Il est. On tient debout, on tient debout, merci. Machallah, machallah. يعني هذا المقطع الفيديو الإعلاني اللي شاهدناه هلا استقطب كم عدد من المشاهدين؟ يعني كمثال يعني بالنسبة لك يعني. على الكليبات اللي سويتهم مع الشباب، يعني في حسب، في فيديوهات في 200 مليون 300 مليون 400 مليون مشاهد، عدد كبير طبعا بلاد العربية، وخاصة يعني العرب، تونس، مغرب، جزائر، العرب فرنسا، عرب هولندا، عرب أوروبا، يعني عرب أوروبا، هذا هو يعني عدد كبير منهم، يعني مئات الملايين. طيب أي مؤسسة ممكن أن تنزل إعلان تجاري؟
لكن لا تحصد على هذه الأرقام من المشاركات أو من المتابعات. يعني كيف أنت تحقق هذه الأرقام المليونية؟ خليني أسمي لك إنه كل ما واحد بيساوي كليك عليه مكتوب تحت بتشوفه دغري مكتوب 300,000 مليون. إيه بعرف إيه يعني. مش هون النقطة، يعني النقطة إنه أنت كيف تحقق هذه الأرقام؟ يعني أنت كملك مواقع التواصل الاجتماعي، شركة أخرى ممكن تضع الإعلان نفسه ما بتجيب 100 مشارك، يوسف رمال بيحط هذا الإعلان بيجيب 200-300 مليون مشاهد. يعني صلي 10 سنين بسوي فيديوهات، هلا بسوي فيديوهات. يعني مثل ما قلت لك سويت كتير شغلات، يعني مو بس مثلا إعلانات، ولا بس في إعلانات وأفلام وكليبات ومسرحيات وفيديوهات بالشوارع. يعني سويت كتير شغلات بالـ 10 سنين، انتشرت أنا هيك ولحال، يعني ما حدا ساعدني أنا، هي طلعت يعني فكرة. يعني حتى يمكن ربما اسم يوسف رمال يستقطب كمان مشاهد. طبعاً أكيد يعني هلا. هذا هو الرصيد يعني. طبعاً هو اسمي. طيب. هلا اسمي في لوتيل، العالم بيعرفوني، وين بتروح بتقول إنه رمادري بيعرفوني. طيب يعني نقطة أخرى، ربما اللغة والأسلوب اللي بتتعامل فيه من خلال مقاطع الفيديو ربما كمان يعني بتلعب دور، خاصة وأن يعني هناك تقارير أيضاً بلجيكيين كتبوا عنك، وهذا بمثابة انتقاد أو ربما ما بعرف يعني شو بسميه، أنه أنت بتستخدم أحياناً ألفاظ مهينة وشتائم حتى بحق الذين يتابعونك على بعض مقاطع الفيديو. لماذا؟ هلأ مو مسبات يعني أنه معروفين هذول صرائين مصاري من كم سنين لساتهم عم يتخبون العالم، يعني شلون صارت هي؟ بضحك عليه شوية، يعني معروفين نهبوا سرقوا لساته قاعد على الكرسي، يعني قاعدين بلجيكا بلا مؤاخذة، يعني بلد حر، يعني بلد يعني متطورين. يعني أنا على هذا عم بضحك عليهم، شلون هذا الزلمة طلع مثلا من حبس أما صارق مصاري ميزان، يعني بالميزان بلجيكا، ولساته عم بيساوي بوليتيك، يعني شلون صارت هي؟ انا هي بتمسخر شوي عليه يعني، بس يعني على الهدوء، يعني جونتي، يعني ابو جونتي. يعني من هذا الباب انك ان تنتقد سياسيين، يعني بمعنى تخضرموا في مواقع سياسيه معينه، وهذه الانتقادات ربما اثارت وسائل الاعلام البلجيكيه حتى كتبوا بهذه الطريقه عن يوسف رمال. هلا هي انا هذا الفيديو هلا انا سويته على السناب، انا عندي سناب وفيسبوك وانستغرام، عندي كذا ميديا سوشيال ميديا، هو على السناب سويت سناب. هاي هو هون كل الانتخابات كل خمس سنين وكل خمس سنين بتشوف نفس الزلمه اللي من خمس سنين نهب وساوى ولساته بتشوفه. سويت فيديو وصرت عم بضحك عليه مثلا، بس ما بصورهم طبعا، ما بيعرفوا على مين عم بحكي. يعني بقول لهم للعالم يعني افتحوا عيونكم، بدلوا، يعني دائما عم تخبوا نفس العالم اللي هن عم بيدمروكم، عم بتمسخر عليهم شوي، بس ما بقول اسامي مثلا هون ما فيك. يعني حريه هون حريه بالنص، يعني ما وحياة الله اكبر حريه شفتهم بلاد العربيه عنا، هنيك كانت الحريه، كنا نطلع من فوت وما حدا بيحكي. هون وين ما بتروح كاميرات والشرطة هون بتخبوا ورا الحيط مشان يسفر لك وعدة مخالفة. يعني بيسووا شغلات هون بيقول لك حرية، ما في حرية هون، عن جد ما في. بلد العربية هنيك لها حرية. أنا رحت على مصر حرية عن جد، بتسوق عادي وما حدا بيحكي معك. هون بتسوق بدك تسوق 30، إذا فتت 31 مخالفة 54 أورو، يعني ما تصفت حرية عن جد. يعني بفكروا ان اوروبا حريه، ما في حريه هون، الحريه بس مشان الشغلات الوسخه. ايه هون انا معك، ايه بس الشغلات يعني هلا مثلا بالمدرسه انا اولادي الحمد لله عندي 4 اولاد 4 كوره، ايه بالمدرسه قاموا لهم مثلا كان في اسلامي، كان في يعني ديكور اسلاميك، يعني ماده اسلاميه، ماده الديانه الاسلاميه، قاموا انه خلاص هي مو منيحه،
ياماتي كان فيه كان فيه ساعتين يوم الأربعاء وساعتين يوم الجمعة بالمدرسة البلجيكية يعني مو مدرسة عربية أمون يعني عم بيقيموا كل شيء كل شيء اللي احنا منحبه مثلا ما عاد فينا نذبح مثلا بالعيد ما عاد فينا نذبح ممنوع ممنوع تذبح ليش يعني وين الحرية صفيت وين الحرية يعني بالجنان هون ايه بس بالشغلات يعني اللي ضابطه ما في حرية عن جد وانا هي النقطه هي انا كابس عليها هون بس القصة انه اذا بتحكي كتير كمان هون بيسوي لك كم فيلم كم مشكله هون بتشوف انه ما في حرية ايه وانا هاد اللي عم بحارب هذا بس لحالي بس عم بحاربهم يعني عم بحاربهم بس انه يعني تحارب هذه القوانين او بعض القوانين التي قلت انها لا تناسبك او لا تنسجم مع تطلعاتك او افكارك لوحدك لكن معك جيش من المتابعين طبعا عندي جيش متابعين بس لما بتروح على المحكمه معلم بدك تاخذ المحامين بدك تدفعهم من جيبتك متابعين بيصيروا وراك بس وراك يعني لحالي يعني كل هالشيء بتصفي انت كمان في عالم وراك بس لما انه انا صار عندي محاكم وكل شيء من الفيديوهات اللي سويتهم يعني شغلات قلتها ما كنت لازم اقولها مثلا تعصبت على شيء على حديث مثلا شغله عامله رحت على المحكمه هي بس ما في حدا وراي هلا في ملايين مشاهدين اوكي بس بيضل بالسوشيال ميديا يعني بيضل كله على الانترنت هو عالم افتراضي هي يعني ما في عالم وراك اما وقت تواجه مشكله قضائيه مثلا تتعلق بموضوع من مواضيع مقاطع الفيديو اللي تنشرها ستواجه هذه المشكله القضائيه لوحدك اي صراحة. لكن انت في هناك جيش يدعمك من المتابعين هو دعم معنوي على ايه هلا بيكتبوا مثلا اذا بتقول لهم امضوا على شغله مشان هي الشغله مثلا مشان يقيموا هذا النوفل لوك مودين لو انكور قوانين جديده قوانين جديده مشان تقيموها بدكم بيتيسيون تسووا يعني تمضوا عليها وكل شيء بيسووها ما مشكله مثلا هلا طلعوا هلا قرار جديد من سنه يعني النسوان اللي البنات اللي لابسين حجاب ممنوع يروحوا المدرسة يعني شلون يعني أنا هذه النقطة هي أنا بحاربها ليش البنت اللي عندها حجاب ليش ما فيها تدرس يعني بدها تقيم الحجاب قبل ما تفوت على المدرسة ليش يعني المخ وقف على الحجاب مثلا يعني ما بعرف مثلا في شباب مسيحيين عنده مثلا بيحط شو بيقولوا صليب ممنوع تفوت بالصليب المدرسة ليش بقى ايه ما هو هذا القانون البلجيكي اللي منع الرموز ارتداء الرموز الدينية في المدارس بس يعني وين صفت الحرية هلا هي السؤال وين صفت الحرية زيك طيب هناك العديد من نجوم الإعلام ونجوم السياسة وشخصيات عامة لجأت في السنوات الأخيرة إلى أنه تعمل لحالها قنوات يوتيوب مثلا أو قنوات أخرى على مواقع التواصل خاصة فيها بغرض الانتشار الأكثر ربما أو ربما هناك بعض المسائل الربح المادي أيضا يعني كون هذه المواقع تدفع لي أعداد معينة يعني من المشاركين مقابل يعني أعداد معينة من المشاركين هذه الشخصيات التي فتحت لها قنوات خاصة تسعى جاهدة جدا يعني إلى جذب أعداد كبيرة من المشاهدين والبعض لم يصل ولن يصل ربما لكن المحاولات حثيثة فعلا يعني وأنت لدى يوسف رمال ما هي كلمة السر يعني هو السر عن جد السر كان لازم يساويها من 10 سنين أما من 15 سنة لما بدت هي هلا في كتير عالم عم بيسوي نفس الشيء في كتير عالم نجوم في كتير عالم صاروا على الانترنت بيفتحوا مثلا موقع مشانهم يعني مشان يكبروا المتابعين مشاهدين بس القصة انه في كتير عالم صاروا مثله يعني انا يعني اقدم واحد هون ببلجيكا اقدم واحد بالفيديوهات هلا في كتير صاروا مثلي في كتير بس اجوا بعدين
فهمت شلون؟ هي اللي بتسوي الفرق بين ال ال الجديد اللي متابع هلا والقديم. فهمت شلون؟ يعني انا جيت لما بديت ما كان في عالم كتير بيساووه، كان في فرنسا مثلا بامريكا، بس هون بلجيكا ما كان في. انا لما سويته لما بلشت ساوي صار فتحت انا هال 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 كومونديشن المجال، المجال فتحت المجال للشباب، الطريق، الطريق ورجيتهم شلون فينا نساوي. يعني شافوا كان عندهم ان اكزامبل، عندهم مثال، مثال صاروا بيساووا، بس اجوا بعدين يعني الاوريجينال خلص راح. اول واحد هون لما بتساوي اول شيء الواحد هو لما بيجي اول واحد بيساويها هون بيفقع، بعدين بيصفي عادي. فهمت شلون؟ هذا اسمه لوبوز بالفرنسي، اسمه لوبوز. هو لوبوز يعني اول ما بيساوي واحد الفيديو وما حدا ساوى مثله قبل، هذا اللي بيساوي انه جاب شغلة جديدة وهون بيجيب متابعين كتير و... سكوب سكوب هو لوبوز هذا هو. قبل ان نختم هذا اللقاء معك، هناك الكثير من المؤتمرات والمناظرات والندوات الماراثونية التي تحدث او تنظم خلال السنوات الأخيرة لبحث سلبيات وإيجابيات التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل السوشيال ميديا. يعني أنت برأيك كيف يمكن التوفيق ما بين السلبيات والإيجابيات لتجنب السلبيات وتعزيز الإيجابيات لمواقع التواصل الاجتماعي؟ هلا طبعا هلا السوشيال ميديا هلا مثلا فيسبوك أي واحد فيه يجي ويزيد كلمة ويزيد له شي شغلة. هلا هو الشخص لازم يكون عنده شوية عقل ويعني ما دغري شو ما بيقرأ يعني جدي ولا فهمت شلون يعني هي القصة. وهذا اللي ساوى كتير مشاكل بلاد العربية، فتنة بيننا وبين مثلا المسلمين، مسيحية، درزيين، العلوية. نحن ما كان عندنا مشاكل، بس صار شو؟ صاروا بيتحاربوا بالانترنت، الحرب صار بالسوشيال ميديا. في عالم دارسين بيعرف انه هاي الشغلة ما بتصير، اما مستحيل. في عالم ما لهم دارسين بيقروها هاي هي، اذا قالوها على الانترنت يعني انه هي جدية. والانسان لازم يكون عنده شوية فكر، شوية عقل قبل ما يقول كلمة يجرح واحد، اما يساوي مشاكل. هلا مثلا انا هون رفقاتي، عندي رفقات مثلا سوريين مسيحيين، بس ما في اي مشكلة، كبرانين كمان هون مثلنا، يعني انه ما لهم جايين من سوريا، بس انه ما في مشكلة بنوب، ما بنحكي عن هذا الشيء بنوب. يعني تقصد انه ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي منها الفيسبوك مثلا، يعني في سياق الحديث عن الأزمة في سوريا، أثر هذا الشيء على طبعا أثر مو بس بسوريا، أثر بسوريا وباللبنان وبمصر وبليبيا وبأي وكل البلاد العربية. صار حرب، لعب دور كبير الانترنت، كتير لعب دور. في كتير يعني شيء دعوات التحريض وفتنة طبعا طبعا بيجوا القصة انه بيصور مثلا، بيصور لك شغلة، هو بيصور النصة، هي النصة الثانية إذا صورها بتصير كلها كذبة. بس فهمت شلون؟ يعني هو كمان التصوير بيلعب دور كمان، يعني ما بنعرف شو الجدي من الكذبة يعني. وهذا العالم اللي بيشوفوه بيقولوا هذا هو هيك وهو كله كذبة. هلا شو صار بسوريا مثلا؟ كنا أنا قبل كنت بروح على سوريا، يعني بلد كان متطور مشاني، يعني لما كنت بروح هناك بيقول لي إحنا بدنا نجي على أوروبا، بقول لهم أوعكم تجوا على أوروبا، ما فيها شيء أوروبا، ما فيها شيء، انتوا عايشين هون بامان وحياه وطلعات وفوتات وسهرات ومطاعم واكلات طيبه وعالم كانوا عايشين. يعني انه هلا اوكي مو كل شيء بالمادي، كل شيء مو كل شيء بالمصاري، مو كل شيء بالسيارات. هلا هون اوكي احنا عندنا السيارات وعندنا بيوت وعندنا كل شيء، بس ما عايشين مرتاحين. من في الصبح يعني اول شيء هو البريد، بتخاف من البريد، شو بده يجي، شو بده يجيك فاتوره، شو بده تجي لك مصيبه من الحكومه، شو بدهن يطلعوا لك فيلم. هون كل يوم بيطلعوا لك فيلم. يعني عندنا بسوريا ما فيها شيء، بتفيق الصبح احوي فنجان قهوه،
فيروز معلم بتذكرنا عمومي قاعدين هيك احلى قاعده قدام جبل القاسيون. ايه هي الحياه الجدي، هي الحياه. بس العالم نزعوا حالهم بالحرب بالهي، وانت قلت هيك ولا هذا هيك وهي مو منيحه وهذا سرقني وجزء من هذه الحرب على الانترنت، تجري على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. اي وهن ما له دارسين وما بيعرفوا شو صايرين، ما بيعرفوا شو في يعني، وقاعدين حتى في 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 مثلا سوريين هون صاروا عم بيحاربوا هنيك وما بعرف شو في هنيك عن جد، يعني بيسووا حرب هون. كله اسلوب وكله فيلم، وكان فينا يعني ننهي القصة اذا ما يعني كثير يعني الانترنت لعب دور بهالحرب يعني عن جد كثير، انه العالم ما بيعرفوا شو الجدي وشو كذبه وي يعني فهمت شلون، يعني صرنا احنا كمان ما عرفنا شو فيه، يعني ما بنعرف اذا اجى شغله عن جد ولا كذبه ولا مين هاد مع هاد، هاد مع هاد، ما عرفنا. لأن من اول ما بدأت ما عجبتني صراحه، يعني انا انه مالي كبران هنيك، يعني ما بعرف شو فيه، انا كبران هون بس يعني وجعني قلبي طيب انت على السناب ايه ايش قد عدد متابعينك؟ هلا عسنا عندي شيء 350,000 يوميا. سناب هو كل 24 ساعة بنمحى السنابات، بنمحوا يعني كل يوم بدي اسوي سنابات، كل يوم كل يوم كل يوم، يعني من مثل شغل هو صار صراحة، صار مش مثل شغل يعني، انه كمان انا بسوي علامات وما علامات وبسوي فيديوهات وكمان هي صار مثل شغل يعني. طيب يعني مقارنة بتعداد المتابعين لأحد مواقع التواصل الاجتماعي عندك مثل ما قلنا السناب، هناك أيضا أعداد هائلة من المتابعين، يعني استكمالا للفكرة اللي تحدثت عنها قبل قليل مسألة التحريض والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، هناك أيضا ألا تعتقد بأنه في إعلام مؤسساتي يقوم على التحريض والفتنة والتشهير والكذب من خلال تصوير جزء من المشهد وإخفاء الجزء الثاني من المشهد؟ هلا مثل ما قلت لك العدد المشاهد هو اللي بيساوي كمان الفتنة مثلا. هلا أنا لما صار هيك أحداث بسوريا كنت عم فهم العالم شو عم بيصير مشان ما يفكر إنه مثلا مثل الجزيرة مثلا بيصوروا مقاطع مثلا ارنه بيقول لك هي بسوريا، ونحن نعرف انه هي مو بسوريا، بس في عالم ما بيعرفوا سوريا وبيفكروا عن جد هي صارت بسوريا، صاروا بيسووا فتنه. لانه فيني كمان تسوي هيك شغلات، بس ما بفوت انا العالم بهيك فيلم، يعني فوتهم بالحيوط يتقاتلوا مع بعض، يعني يصير العالم في كره بين 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 السوري السني والسوري الشيعي والعلوي والدرزي والملحد والمسيحي، يعني فهمت شلون؟ هن هادي اللي ساووه، انه عندهم مشاهدين تلفزيون طبعا، فيها مصاري، فيها يعني كمان لعبه في بلاد لعبوا دور، في اجنده طبعا يعني في عالم ربحوا كثير من ورا هالشغله، كثير ربحوا، وفي عالم رخصوا كثير خسرانين كتير. هو عن جد اللي خسر كتير هو الشعب، إلا الشعب الجنود المساكين، الشباب اللي راحوا ملايين الجنود كمان، وإخواتنا أوكي مع ضد، أنا ما بعرف، أنا ما مالي بنوب، أنا مشان الشعب، الشعب مسكين أكل، هو اللي أكله، واللي برا بيقول لك هيك وهيك وهن مساكين قاعدين هنيك تحت القذف وتحت القتل وتحت وسبحان الله، يعني الله يعدله يا رب العالمين، الله يزبطه إن شاء الله. على كل حال أتمنى لك في تجربتك ومشوارك على مواقع التواصل الاجتماعي نشر المزيد من المحبة. شكرا كتير. والسلام ليعم السلام العالم ويعم السلام سوريا إن شاء الله يا رب. وشكرا جزيلا لك على هذه الاستضافة، يوسف رمال المعروف لدى البلجيكيين ووسائل الإعلام بملك مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا جزيلا لك. شكرا كثير سيد كريم حبيبي عرسي. لكم أيضا مشاهدينا الأكارم الشكر الموصول على حسن البقاء معنا، إلى اللقاء.